السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احباب قلب ادم؟ عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه في مفاجاه انا عايز اوريها لكم. في زرع هنا نبت، انا عايز اوريها لكم الزرع ده. كان هنا بصوا كان عامل كده. طبعا انا بس يعني بحط الميه فبتدلدق شويه على الارض، فايه بتقوي الزرع. يعني بصوا الزرع بقى بيكبر ازاي. كل ده بسبب الدور الصفراء اللي بتقع منهم والدور العويجه، فبيطلع زرع، فالزبل بتاع الحمام بيقوي الزرع. فطبعا دي حاجه يعني ما شاء الله بجد. ما تنطفش عند الحمام، شوف اللي هيحصل. تمام، خلينا نخش بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو الموضوع المهم بقى. طبعا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشيل كل ده. وهنفرش تحديق من اول وجديد. خليكم معايا خطوه بخطوه، اجيب كل الطواجن واحطها هنا. يلا بينا. بصوا بقى الحركه دي انا عايزه، كان نفسي اجربها قوي. بصوا بصوا بصوا. طبعا يا جماعه انا ما جبتش كل الاطباق عشان خاطر جبت ثلاثه اللي هما هنا بس، والباقي بقى عنده بيض وزغاليل فما ينفعش. لسه هجيب اللي عند السلاكه. طبعا انا افضي كل دول كده. ثانيه خاف لا اقف، اوديهم هناك واجي لكم، او خلينا خطوه بخطوه. روح هنا عند الخرابه ندلق. طبعا لو في زيب الحمام هننضفه بالسلك عادي بالسكينه. بقالي كتير قوي ما حطيتش تحتيه عند الحمام. بصوا التحديق اصلا جميل. على ما اعتقد احسن تحديق شفته في حياتي التحديق بتاعي ده. انا اشوف حد كده عنده التحديق الحلو ده كده، كل انواع التحديق صدف بكله، مفيش حاجه ناقصه. طوب احمر، طوب ابيض، طوب اخضر، طوب اصفر، طوب اسود، كل الطوب اللي جبته نوديه بردك هناك ونرجع. وكده اكون فرشت التحديق عند الحمام. اوريكم الحمام قاعد بياكل منه. لسه افرش تحديق هنا، وافرش تحديق هنا، وافرش تحديق هنا. بس هو تعب بصراحه. الناس هتقول لي انت بتتعبش؟ لا انا بتعب بجد في تاكل الحمام. انا بقعد بالثلاث والاربع ساعات اكل في الحمام. وكمان يعني في اللي بيكون عايز تحديق. بس انا هحط دلوقتي تحديق للباقي وارجع لكم. ثواني. وبردك كنت فرشت تحديق هنا بردك، كل واحد اتجمع عليه الزغل حتى. وهنا بردك. طبعا يا جماعه التحديق ده مفيد جدا للحمام، وانصحك ان هو يعني هينفعك. فيا معلم دي نصيحه مني ليك، افرش تحديق كتير للحمام، ما تحرمش الحمام من التحديق. ولو انت عندك الزرع عمل كده، ولو انت بتحب الزرع مثلا، خد النبات ده وزرعه. يعني اللي نبت ده، يعني الزرع اللي نبت ده الدور العويجه وكده، خدها زرعها. انا اصلا كنت بزرع، بس بعد كده الشمس بقت تسيح في الزرع والزرع مات. الزرع عامه مات من الشمس، فخلاص قلت مش هزرع تاني. تمام. فالنصيحه مني اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. انت لو الزرع نبت عندك زي كده، هو مش اول مره ده نبت عند كله، بس انا بنضف يعني ايه في اسرع، يعني بحاول انضف بسرعه. بس انا بجد التنظيف ده بيفرق معايا جدا. هو تعب جدا جدا عندي بالنسبه لي. انت لما بتيجي بيكون عندك عيون كتير قوي، عيون مش سلاكات، عشان السلاكة انت بتسحب الرف وخلاص، لكن دي بتتنضف وبتنزل على اللي تحت، ولازم تشيل الاكلات والمساء عشان ما الزبل اللي هو بتعمل ده ما ينزلش في الاكلات ولا المساء. فبتركنه فبتنضف وبتعمل وبتكنس. يعني بامانة انا بتعب في حاجة اسمها تنضيف عند الحمام. فانا يعني ما بردفش كل ايه يومين تلاتة، بردف كل بعد اسبوع اسبوعين. بصراحة انا بكون تعبان قوي، فما بقدرش انا يعني ان انا انضف عند الحمام. في ناس بردك ما بتنضفش زيي. انا مش ما بقدرش ان انا انضف كل يوم عند الحمام، كل ساعه والتانيه عند الحمام. في ناس بتقعد جنب الحمام، في ناس بتنام جنب الحمام. انا مش اللي هو كده، لا انا اطلع اكل حمام الصبح مره واحده، اكله بزياده واشربه خلاص، وانزله ايه اجيله بعد تاني يوم. فاهمين؟ فهو ده انا لما باجي بطلع اكل حمام وكده. تمام. فانت اهتم بالحمام. انا بهتم بيه بس ايه ما بطلعلوش كتير قوي في اليوم. يعني انا بطلع له مره واحده بس في اليوم. في ناس بتطلع له بتاع 3 4 مرات في اليوم. الناس دي بتكون مهتمه بالحمام. انا ما بحبش يعني ايه
ادي اهتمام للحمام زيادة عن اللزوم. لا انت يا تطلع له مرة يا مرتين، لكن ما تطلعولوش كل ساعة والتانية. تمام يا جماعة، فانا كده انصحتكم بكم نصيحة حلوين في الفيديو، وديتكم معلومات بردك عن التحديق وكده. التحديق ده بيكون عبارة عن طوب احمر وجبس، جبس ما تجيبش جبس، طوب ابيض صدف من اللي هو بيبقى في البحر ده، انت روح هاتلك كيس تحديق بدل ما تعمل. ولو ما جابلكش في طوب احمر عندك طوب احمر، بس ما يكونش طوب احمر زي ده، طوب احمر اللي هو الطوب الاحمر بقى ايه بتاعنا، فاهم؟ اللي هو بيكون لسه يعني انت لسه هتبني، مش بيكونش في جبس عشان بيكون ناشف ووحش يعني، فاهمين؟ فخليكوا ايه في الامان يا مان. وما تنساش بقى يا معلم لايك واشتراك في القناه، وعشان يعني الفيديو ينتشر وناس تشوفه وغيرك يستفاد. وبس يا معلمين، سلام. واللي عايزني اذكره في الفيديو يكتب لي تعليق ويقول لي اسمه مثلا يوسف طلعت كده، انا هذكره في التعليقات. تمام، يلا سلام.